مساكم الله بالخير وحياكم الله في برنامجنا تسيورة. اليوم عندي شخصين جاييني في تسيورة وأنا قالت لهم تعالوا الليلة نبي نسولف وانت قشمر ونضحك وبسألكم أسئلة ليس ستار. المهم كانوا أنيقين وما زالوا تبارك الله. الممثلة الحلوة والمذيعة تبارك الله فاطمة طباخ، يا هلا ويا مرحبا فيك. يا هلا ومرحبا فيك حبيبتي، يا هلا فيك. سعيدة أكون معك اليوم حبيبتي، يا هلا ويا مرحبا. ومعاي الكابتن النادي العربي ومنتخب الكويت، رحبوا معاي في محمد إشراق، يا هلا ويا مرحبا فيك. يا هلا، والله يطول بعمرك يعطيك الصحة والعافية ومشكورة على الكلام الطيب. هذه حقيقة أصلا. الله يحفظك إن شاء الله. شلونكم؟ شو أخباركم؟ الله يحفظك إن شاء الله. وشكرا على أنكم جيتوني في تسيورة. أنتم اللي مشكورين، اللي من زمان أنا مشايف. أي والله تجمعونا في اللقاء. فطومة. قاعد تردون ذكريات الجميلة. أي والله حبيبي محمد. فطومة. هلا. شو أخبارك؟ الحمد لله. وينك؟ تيكي. أي تيكي. أي الهندي ها؟ قولي لي. آخر أعمالك سويتي فيها من أعمال سويتيها وكذي؟ والله كان عندي فيلم بالسينما، كنت بشخصية أم عقاب، شخصية بدوية حلوة لطيفة مع الفنان محمد العجيمي. فيلم يعني خلينا نقول حلو خفيف كوميديا لايت. هذا كان آخر أعمالي، واللي قبله كان مسلسل جوهرة من إنتاج فنانتنا طلال سعد عبد الله، ومعاي نخبة من الفنانين طبعا نور ومشاري مجيب فحر جيب علي الحسيني. بس شلك الحلو اللي طالع فيه اي ما شاء الله. لا لا والله ما شاء الله. قولي لي شنو هالسر؟ والله ما في، انا كل شيء اقول. اي قولي اي قولي قولي. انا قلت سويت لايف ستايل جديد، سويت جريت بعض العمليات من التكميم. حقك مكونك كممثله. اي تجميل منها اهتمام بالصحه. ليش سويتي هذا اللوك يعني حق شنو؟ والله يعني خوفا على صحتي صراحه. اول شيء جر شيء يعني انا اول شيء فجاه بايام الكورونا يمكن والحظر صار عندي الضغط عالي. ضغط طبعا والكوليسترول زاد وما في حركه ما في شيء. فخفت على عمري. قلت انا لازم اروح دكتور يعني يشوف لي المشكله هذه. فقال لي انت ما انت متينه، بس كنت تروحي النادي وتلعبي سبورت رياضه. فقال لي انت عندك هذه الكيلوات البسيطه اللي عندك، خلينا نقول 20 كيلو نزليها. هذه اللي مسويت لك الضغط والسكر والكوليسترول مع الامور الوراثيه. فلما تسوين تكميم العلاجي راح يساعدك. نعم. تدرين احنا ما شاء الله ما نقدر نلتزم في دايت معين بعد يمنا ما شاء الله تبارك الرحمن. واحد رياضي يعني محمد. انا بالكويت انا ضد الدايت. لا انسى احد يقول لك دايت. اللي يقول لك دايت هو عيل شلون ينزلون الشحوم والللحوم تاكلون كان الليل. لا ما شاء الله تبارك الرحمن عندنا بالكويت كل مطاعم. بس انتم الحين الرياضيين انتم لكم اكل خاص ويعني متجهين على الخضار او البروتين يعني قاعدين تسوون مثل هذا بعد دايت يعني ممتنعين على الكربوهيدرات لا اوريدي اللاعب ما تقارنينه بالانسان العادي. ليش اللاعب؟ لان اللاعب اوريدي حتى لو شنو ياكل ما رد انه قاعد يتمرن كل يوم راح يحرق اللي قاعد ياكله. نعم. فهذا الشيء ما تقدرين تربطينه ويا انسان عادي لان الانسان العادي ما شاء الله احنا شعب يحب الاكل. اي صحيح يحب الاكل. ما شاء الله يعني والمطاعم متروسه بالكويت تبارك يعني الله. ما شاء الله بالازمه اللي صارت لنا بكورونا ماكو حد ما سمن. صارت هوايه الاكل. صارت هوايه يعني الكل قاعد يشوف. لو تشوفين سنابات العالم كلها بالمطابخ. انت تطبخ اول شيء؟ تعلمت بكورونا صح؟ تعلمنا كل شيء. شنو؟ تعلمت اسوي باستا. انا قلت بعد تقول عن ما يسمنون يعني شلون؟ اسهل شيء شفت شلون؟ لحظه يعني انت تكون متفنن بالباستا اخوك شنو؟ معكرونه قلها بالماء وسوي لا مريال الغير. بدال تشجعين انه زين ريال دش المطبخ. تعرف تسوي الباشا؟ لا انا ما احبها. ها ما تحبها؟ اي الكرات اي هذه اي لا انا ما احبها. وغير الباستا شنو؟ بيض. متعلم بالكورونا ومتعلم خوش تعال حكيت ترى البيض اخو انا برمضان امي ما تدخلني المطبخ. برمضان ما تدخلني المطبخ. زين اقول لك لان اذا دشيت المطبخ راح اعفس. اي اوكي. وانا من النوع اللي لما ادش المطبخ ما احب. ترى والي محمد تاخذ المواعين اللي بال يعني بالادراج وتقلها كلها على بن الطبخ. ست كفاش سبع ملاليس تمنق صحون الجدور. اقول الله يعافي البلاستيك. البلاستيك الله يعافي البلاستيك. ايام الكورونا قلت
شغله بهاي ما دشيت المطبخ خلاص انا اسف. لا ما هذا هو لا بس زي غير الباستا قلت لي البيض. لا الشغلات العاديه الشغلات العاديه يعني انا كرجل يعني مو ملزوم اني اعرف شلون اطبخ. بس ملزوم تاكل. لا لحظه لحظه يمكن يحب الاكل تحب الاكل تاكل. بس اقول لك شغله انا مو اكل وايد. اي يعني طالع انا ابوي الله يرحمه. الله يطول بعمركم. كثر ما ناكل الحمد لله ما يبين. الحمد لله. يبا حد ما شاء الله 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 يعني يبي له البخور اللي في محمد علي راود. لا شكلك تخاف من العين. اي تخاف من العين. العين مذكوره بالقران. اي مذكوره بالقران. عين عليك بارده ما شاء الله تبارك الرحمن. زين بس هم برجع لك محمد على طار الفنانين شنو سر علاقتك القويه بالفنانين؟ علاقة قديمة. شلون؟ بالعكس يعني ترى حتى اللاعب فنان. بس خلاص. إيه. فهمتني؟ الفنان. إيه؟ والمطرب. إيه؟ واللاعب يعني الثلاثة. والمذيع. 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 إيه؟ اللي هي أنا. الله يطول بعمرك. إحنا يعني على قولتهم عائلة واحدة. إي صحيح. يعني الفنان يحضر لك مباراة. إيه؟ واللاعب يحضر لك. إي صحيح. متبادل. 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 فتربطنا علاقة قوية. إي يعني أنا مساء شفت. منو ربعك أكثر؟ كلهم منو تبين؟ ما أدري عنك أنت اللي تقول. أنا عندي أخوي حسن البلاء. عشان ما أبي أنسى أحد. حطيها وراك. عشان ما أبي أنسى أحد عندي. ترى أنت تسيورة عندنا قاعدة ببيتي يعني عادي خذي راحتك. يعني قوم تمشي. إي تفضل. روح. إي إي. عاد أنا ما أعرف أقعد. لازم أحوس. عندي مثلا اخوي حسن البلام داود إيه؟ حسين طارق إيه؟ علي من زمان مشافته إيه؟ شفته يعني تلتقي فيهم تقعد معاهم إذا قبل اي قبل تحضر إيه؟ الكويشينات لهم او شغله كذا لا احضر إيه؟ انا كذا مره رحت حق حسن البلام وداود وطارق حضرت لهم الكويشينات وفاطمه عندك ناس عن خارج الوسط الفني اللي هو إيه؟ الاصدقاء لان انا اساسا مذيعه فالمذيع دائما يستضيف إيه؟ يستضيف إيه؟ ولا مره استضافتني خلص إيه؟ بالله والله العظيم برامجي ما كانت مختصة يمكن في الأمور هذه بس تقدم برامج أطفال إيه لا لا والله أنا أحب الأطفال صراحة بس إنه يعني ليش ما قدمتي ما صار في مجال إن أقدم شيء مباشر بس قدمنا إيه؟ سوينا يعني بعض الأشياء الكرتونية إيه؟ والأمور هذه كلها بس إحنا بحكم يعني مثلا كمذيعين في إذاعة دولة الكويت وقبل كنت في التلفزيون هم نستضيف أنت تنفعين في دبلاج الكرتون على فكرة سوينا دبلاج سويت إيه؟ شنو؟ سويت دبلاج مسلسلات تركية وهندية إيه؟ وعرضت على محطات عالمية يعني أي إيه؟ إيه؟ سوينا أي سويت إنزين ما قلتي لي اذا عندك اصدقاء ولا لا بلا قلت لك ان احنا نستضيف إيه؟ نستضيف إيه؟ على حسب وتكونين علاقه معاهم منو اكيد طبعا منو والله شوفي انا صار لي فتره يمكن قاطعه عن البرامج اللي هي المنوعات إيه؟ وايد رحت للبرامج الادبيه والثقافيه إيه؟ اكثر شيء اي حتى يعني اكيد فيهم فيعني في علاقه مع كتاب إيه؟ مثلا مع مخرجين إيه؟ مع ناس متخصصين في يعني تخصصاتهم مثلا دكاتره إيه؟ نعم نعم يعني كذي حلوه إيه؟ الثقافه للفنان إيه؟ نفسه إيه؟ عموما اي فهذه المواضيع دائما تصير إيه؟ على حسب يعني انا مثلا كوني كمذيعه ما إيه؟ اختار ضيوفي إيه؟ لما اكون معده برامج إيه؟ انا اجيب انت اللي تجيبين الضيوف اي إيه؟ فانا ادش الاستديو بسجل إيه؟ حلقتي والله ضيف الفلان نعم الفلاني يعني. محمد تحب تروح المسارح وتشوف تتاثر فيها يعني يعني قبل اي بس حاليا يمكن شوفي ازمه كورونا الله إيه؟ لا يعودها يعني خلتنا كله بالبيت اي نعم صار الحين يعني صار الحين انا عندي طلعات قليله اي ما احب اطلع وايد من البيت يعني حتى لو اطلع انت يقولون عنك بيتوتي إيه؟ اي قبل ما كنت بيتوتي يعني المفروض يوم كنت بيتوتي تعرف تطبخ المفروض كذي قاعد بالبيت ولا تخيط ولا يعني هذا البيتوتي دشينا المطبخ كليتي ولا خليتي اقول لك شيء ما راح اقول لك ولا شيء لا لا, لا بس ابي انت بيتوتي انزين لما تقعد في البيت شو تسوي؟ عندي انا ديوانيه إيه؟ خاصه إيه؟ بالبيت إيه؟ وربعي إيه؟ عندي يعني سبحان الله الحين حتى انتم صارت إيه؟ عندكم دواوين اي صحيح اي صحيح يعني كل شيء انتم مخلطينه إيه؟ ومشاركين كيفنا كيفنا لكم ضد المراه لا لا انا ما لا لا المراه هي اساس كل شيء لا تقومين الدنيا علينا لا لحظه يعني المراه هي اساس كل شيء تسوي المراه اساس كل شيء هي تسوي يعني المراه هي ملح الدنيا من الاخر اي زين اشوى الحمد لله شكرا شكرا فطح تحياتي اهلا وسهلا ليش ما تزوجت؟
لا انا صار لي تزوجت انا بس ما صار لي نصيب. لا الجديد الزواج الجديد يعني ولا لا؟ لا تزوجت انا من زمان 2004. إيه؟ من الحين انا اتكلم. لا الحين لا بس خلاص. ايش فيك علامه؟ لا خليني كذي مرتاح. انقرصت؟ انقرصت؟ لا ما انقرصت، يعني عيال حلال وايد وبنات الحلال وايد وكل شيء، بس انا من ناحيتي انا لا بس خلاص. ابيها تكون مغروره شويه ولا شلون؟ عاد اقول لك الله عاد صدق انا احب. انت قلت انا ابيها مغروره. ايش دراك انت؟ ادري. ترى قاعد تسولف وياه؟ لا ادري. بنفسه؟ ها؟ بنفسه؟ لازم لا مو انا عزمتك عندي بتسيوره. لازم لازم افضحك. لازم افضحك. اي لازم افضح افضحك يعني شلون؟ لا انا احب المراه القويه. والله؟ احب المراه القويه. والمغروره بالضبط. إيه المغروره. ليش 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 تبي المغروره؟ احب. شلون؟ احب يعني لها كاريزما. احب بس البنت. بس مو الغرور اللي بطل. لا لا مو الغرور الماسخ. إيه؟ الغرور اللي إيه؟ لا لا لان في غرور مؤذي. احب يعني البنت اللي لها هيبه. إيه؟ لها كاريزما. إيه؟ ثقة لها ثقة لها ثقه في النفس. اي هذا إيه؟ انا عندي احسن من الجمال. نعم نعم حتى لو كانت مو ذات صفات الحلوه او الجمال والشري. شوفي يمكن ايام قبل بدأت فتحت الموضوع يمكن ايام قبل ايام المراهقه اي كل انسان ان الله جميل يحب الجمال. نعم ما في انسان ما يحب الجمال. نعم بس لما كبرت مع النضوج ومع نضجتي إيه التفكير لا دريت ان الجمال مو شيء اساسي. نعم حقيقه لانه راح ينتهي يوم من الايام. يعني ويختفي او يعني الجمال اوكي مقبول ما ممكن هذا جميل في اجمل منه في أجمل ويمكن ساعات هي تكون جيكره بس الروح حلوه. آه صح انا الروح. امشي على الروح. اي نعم لان الروح تبي روح. اي صحيح فهذا إيه؟ انا يعني انا لان اعطيك عن تجربه الله يرحم الوالد قال لي كلمه قال لي يبا انت تقول تبي جمال ايام إيه؟ قبل إيه؟ قال لي انت تبي جمال زين انا بسالك سؤال وانت جاوبني بصراحه انت ولدي وما راح تجامل. إيه؟ قلت له اوكي قال لي خذيت وحده ملكه جمال العالم. انزين انزين هذه يوم الايام لا سمح الله احترقت ولا تشوهت. اي شو تسوي؟ اي هذا السؤال سالني اياه. اي قلت له والله يبا بعد اكون صريح وياك يعني تشنج تشنج. قال لي شفت عكس لما يعني انت لو كنت تحبها ما سويت التشنج هذا. الحب غير. اي صحيح بس انا كلمك انا كلمك على ايام قبل التفكير بس الحين لا والله انا اقول لك اياها الصراحه الروح يعني تاخذين واحده ملكه جمال بس مليئه والشخصيه اي بالضبط وما تنبلع شنو فايده الجمال بس كشكل لا ما تحتاجينه. فطومه انت درستي تخصص بالمعهد ونقد صح؟ ولكن اتجهتي لتقديم يعني بعدها حق التمثيل وهذه البدايه كانت بداياتك صح؟ بديت ايه بديت كاعداد برامج إيه؟ وكتقديم وتمثيل مع بعض. اي اي اشرب عليك بالعافيه. اي ماي مقري تبي مقري الحين اعطيك مقري هذا بعد المقري اهو خلنا نقدم لكم شيء حلو. اي اي كملي إيه؟ امي عاد اقول لك إيه؟ يوم اني بديت إيه؟ بديت بثلاث شغلات مع محمد بعض. بطل لنا العلبه انت تقدر. اي والله اي والله بديت بالاعداد وبالتقديم. اي وبعدين اشتغل بدام انت قاعد كذي مو تشتغل بالبيت دخلنا المطبخ يلا ما يخالف. اي المسرح طبعا دشيته من باب اكاديمي. ما يفضل انت معقدتها والله عادي خلينا نسولف شوي. عور اقول عور بالخيوط عور بالخيوط. اي كملي زين عاد شو اسمه دخلت المسرح الاكاديمي ومن بعدها تدرجت. اي نعم بديت مع الشغلات هذه مع بعض عرفتي تشوفين المتعه المتعه اكثر بالتقديم ولا التمثيل؟ هذا طباخي ناخذ شنو هذا؟ حلو ولا اله الا الله. انا تو خلاني اكل حلو ما قصرت. خليني تاخذين واحده والله تاخذين انزين هذا خلينا واحده ما قصرتي على العمر. شنو هذه حلاوه ما ادري المهم ايه تلمضي فيها. شكرا انزين ايه قلت لك وين تشوفين المتعه بالتمثيل ولا التقديم؟ انا دائما اقول ان التقديم هو وظيفتي الاساسيه. نعم بس المتعه طبعا بالتمثيل لأن كل يوم أنت داشة بكاركتر. إيه؟ كل يوم أنت مغيرة شخصيتك. إيه؟ كل يوم أنت إيه؟ متعايشة مع وضعية. متى دخلت عينة؟ التمثيل؟ قلت لك مع بعض دخلت. مع بعض يعني متى أي سنة؟ بداياتي 2006 أنا توظفت. إيه هذا اللي أبي أعرفه 2006 2007 قدمت برامج وعديت برامج إذاعية وتلفزيونية. إيه؟ إيه؟ وبعدها دخلت المسرح الأكاديمي من 2007 تقريبا. وبلشت بأول مسلسل درامي 2009 أي. أي؟ حياكم الله ويا هلا فيكم في التسيورة. فاصل ونواصل. المجتمع الناجح ما يخاف من عيوبه،
ما يغطيها، ما ينشرها، ولا يستحي منها. يواجهها، يسلط الضوء عليها، يناقشها، ويلقى لها الحلول اللي تناسبها. الاعتراف بوجود خلل أول خطوة نحو تصحيحه. ماذا بعد؟ تشاهدونه في الأوقات التالية على تلفزيون دولة الكويت. يلا ويا هلا من زارني. يا هلا فيك. ترى هذا كاكاو ها؟ ايه كاكاو. ما بطلنا. لازم تلمضون شوية. عبالي تمرة. الله يقرب البيت. تقولي ترمضون؟ ماكو فايدة، ماكو فايدة. بطليها وكليها. ابي لبن؟ تبي لبن؟ ايه. بدعتي. محمد احمد تبي لها لبن؟ منو؟ انت. عاد اسوي. والله؟ او تقول انا ما اطبخ ولا لجيت لحد. انت اعطيتي لنا انت لا عشتي مشكوره إيه؟ مو انت اعطيتي لنا فرصه نقول لك شو يلا قول تحكي. لا خلاص لا خلاص انا زين. كان حلمك محمد انك تكون طيار. اي والله كان. ليش؟ كنت احب بس الحين لا انسي. ليش؟ اخاف الحين انا من الطياره. والله؟ حاشتني فوبيا. انزين عشان ما تسافر؟ قليل. قول لي قصتك. قليل يعني انا كنت قبل وانا صغير اي صدق احب طيار من كثر ما رسمنا بالمدرسه طيار طياره صدق كان امنيتي اني اكون طيار بس ما الله كتب لي قبل كنت احب السفر الحين لا حاجتني فوبيا ما تسافر ليش ليه من شنو الفوبيا اللي جات في سفره سافرتها ايام المنتخب المنتخب سبقوني انا لحقتهم بعدين بروحي طلعت من طبيت من دبي تايلاند قعدت بتايلاند الحين بطلع بروح كوريا انزين هذه السفرة يمكن ما أنساها بحياتي. نعم. سفرة من تايلاند لكوريا كانت يمكن أربع ساعات وشيء. أي نعم. كنت قاعد بالطيارة وحاطين طبعاً الطيارة كورية كلها ما في تتش كلها كوري ما في. فكنت قاعد. ما في عربي تقصد. ما في عربي. وحاطين وحتى الإنجليزي مو موجود. مو موجود مو مترجم. مو مترجم. أي. فحاطين بالشاشة عندي حاطين قصة طيارة طايرة وطايحة بالبحر كلش مو وقتها ورسمتها على نفسك والمشكلة اني بغيرها يعني مثلا هذه الحين بشرح لك هذه الحين الشاشة قدامي حلو حاطينها الحين انا شفت ذيك انا قط الكمبل على الشاشة مرة تغير والله مو قادر تغير قسم بالله والاثار الشاشة الكبيرة اللي قدامي حاطين نفسي حاطين نفس الفيلم وعينك عليها وعلى حظي صارت مطبات هوائية وصج المطبات هوائية ما عمري مرت علي مطبات كذي اللي الطيارة تنزل تنزل يعني أنا قلت يمكن وصلنا بس لا شفت الطيارة تنزل يعني نزولها شيء يعني قلت يمكن بسم الله عليكم قلت هذا يومي لأن الطيارة من بعدها يعني صارت فيني خرعة اللي ما قمت كان رحت شردت فيل ولا رحت أنا الحين لما رحت فيل وين تروحين اقول لك تساليش الرد انا الحين طول السفره يعني قاعد افكر بالرده يعني ما استانس بالسفره يعني طول السفره وانا كل يوم انام ان افكر شلون برجع شلون برجع نفس الرحله اخاف نفس الطريقه شيء فكنت انا صج خرب هذه يعني خلت صج يعني على قولتي في مره تمر مرور الكرام تروح لا انا هاي ثبتت فيني فاطمه شنو الفوبيا اللي عندك انا عندي فوبيا الطيران بس تغلبت عليها شلون قولي لي زين قولي لي ليمونه واسولف بالطيارة واحاول اشغل نفسي اقعد افكر تدرين ايش يسوون ياخذون حبه اي قبل كنت قبل ياخذون حبه قبل جربتها خذيتها تسوي لوعة لا وتخليك تاكل زياده لا انا الحبه خذيتها وتنيم. ما نمت طيارة قبل طول الرحلة أنا مواصل ومع أنك ترايح أنا سفراتي لما سافرة أكون قبلها ما نام نعم عشان أنام بالطيارة هذا كله فيلم هندي لا تنام ولا شيء الخرعة وهذا والله يمكن أنا اليد أشلعها بيدي أشلعها من اللي شفته من هالموقف هذا خذيت حبة مرة وصلت طول الرحلة أنا ما نمت لما الطيارة بغت تطب هني نمت
اي هني نمت. وزين وبعدين نمت بالطياره. لا لا وهي طابه الطياره. وهي طابه. وهي طابه خلاص دريت انه قربت من الارض. اي اوكي وكله احسب الطياره انه متقرب حتى لو يصير شيء اقط نفسي اعرف في مسافه كذي صارت الفوبيا. الارتفاعات بعدها شلون؟ الارتفاعات. اي اللي تخافي منها. فاطمه عيوني شيء تبريت. ليش؟ ما ادري. شيء رباني. تخافين من المصعد انتي ترى والله؟ لا مو من المصعد، اذا مكان زجاج مثلا بطل ولا شيء. وما احب الاماكن المغمضه. المغمضه تبي ما تحس انغمت. فاطمه كنت بمصر من فتره قليله وشفتك في فيديو مع المطرب المصري. مع منو؟ محمد منير. قولي شنو قصه الفيديو؟ والله رحت له زرته في البيت ورحب صراحه عن طريق وحده جارته صديقتي. نسقت لي معاه موعد ورحت له. ورحب فينا ويعني احب انه يتعرف علي زياده. قال لي حطي لي مقاطعك ابي اشوفك وانت تمثلين. انزين فحطيت له اخر عمل حقي كان عنده على التلفزيون. فقعد يطالع اندمج يعني حتى انا شفت انه صار في صمت يعني. بعدين كان يقول لي لا ده انت هايله ده انت كويسه. وش قال عن الكويت؟ قال لك شيء؟ قال انا بحب الكويت ونفسي اجي واخر مره جيت يعني من زمان فتره طويله. وعلى فكره جتني اتصالات وايد وقالوا لي يبي يتواصلون معاه. احتمال يعني يصير معاه مثلا حفل ولا حفل او شيء كذي. فانا حاولت اوصلهم مع هو فنان كبير وغني. تحيه ونمسي عليه. تحيه له وتواضع الجميل واستضافنا في بيته وكان كريم جدا. ويعني اشادته فيني وفي صورته وياه. اكيد صورنا وياه اكيد. عندي فقره اسمها لو. بعطيكم يعني جمله وابيكم تعلقون عليها. فاطمة لو رجع فيك الزمن الدراسة في المعهد أي قسم تختارين وليش؟ تمثيل وإخراج. تمثيل وإخراج؟ ما زلتي ها؟ لا بس أنا كنت نقد. إي أدري يعني هم ما أنت في التمثيل أساساً يعني. بس فادني. إي فادني النقد. هل يعني النقد كمل يعني تشوفين أنت تنقدين نفسك في تمثيلك مثلاً أو شغلة كذي؟ شوفي خليني أجاوبك على الجزئية الأولى وأروح لك على الجزئية الثانية. أنا أساساً كنت أبي أكون محامية. أوكي. وأيام المتوسط والثانوي كنت أبي أصير مدرسة ديكور أو مهندسة. نعم. لأن عندي هذا الحس. إيه؟ بعدين قلت أبي أصير محامية وحاولت. وعلى فكرة قبلوني في جامعة القاهرة ونحط اسمي بالجريدة. بس لما جيت حق دوامي قلت لهم أنا أبي أكمل حقوق قالوا لي أنت عندك بكالوريوس. ما يصير إحنا اسمنا إدارة تطوير وتدريب تبي تكملين على نفس التخصص مالك اختاري تخصصك لكن تبدين بكالوريوس ثاني وأنت موظفة في الإعلام ما يصير. فاستغنيت عن هذا الحلم وسجلت ماجستير في تخصصي انا النقد. بس انت صممتي ديكور اعتقد في انا احب انا اصمم ازياء. احب اصمم ازياء واخذت جائزه افضل تصميم ازياء بمهرجان الخرافي الاخير اللي كان اعتقد 2009 شيء شيء ماني ذاكره. احب ودائما احب. يعني انت الحين ناخذه نقد وتمثيل ومسرح ما تغنين؟ لا ما تدندنين؟ إذا شيء يخدم عملي ممكن يعني. محمد ما مع الأوتو تيون طبعا أنا صوتي انتهي عشان أغني. ما له شغل ما له شغل ما له شغل. لا لا ما له شغل. لا لا شغل. إنزين تحب الصيد؟ الصيد؟ إيه أحب ما أخذتان أنت ها؟ الصيف وين نروح؟ يا حوض يا تسافر، وسافر الحين فوبيا. لا ما اخذت ثاني وياي حق التصوير. لا والله بالصيف انا كله بالصيف كله بحر. بحر ها؟ هوايتك هي لا والله هوايه غير الرياضه يعني. لا شغلات اللي احبها اللي الحين هابين فيها البادل طلعت هذه البادل. بادل احب العب. شلونك مع البادل؟ والله مو وايد بس حلوه اللعبه. بس تلعب لا لا لعبتها يمكن اربع مرات بس وايد حلوه عجبتك يعني ما شاء الله. قاعد اشوف حتى اللي ما يعرف يلعبك ما شاء الله ناس كبار بالعمر يعني شباب بنات. هبة. لا انا قبل الناس كلامك اول ما شفت الملاعب انتشرت بالطريقه انا اقول مو هبه لان الحين صار راح يصير لها ملاعبها الخاصه لان شوفي الانتشار هذا مو شيء سهل. الهبه تجي ملعب ملعبين ثلاث بس الحين الدوله قامت تبني ملاعب يعني لما يصير الدوله قاعده تبني ملاعب صدقيني راح يصير لها اتحاد ويصير لها بطولات. لو يرجع فيك الزمن للوراء راح تصير تختار تكون لاعب كره؟ أرد عمري 22 سنة بس. شون؟ 22 سنة حتى بها العمر هذا انسى انسى انسى. فاطمة لو تم ترشيحك لفيلم عالمي ودك تمثلين مع منو من الممثلين؟ حسافة اللي كنت أبي أمثل معاه توفى الله يرحمه. شنو؟
اللي كنت ابي امثل معاه توفى الله يرحمه. ليش؟ كنا ها قاعد تفاولين على الناس. منو؟ منو؟ ممثل عالمي هو. منو منو؟ وعد ما اعرف اسمه، حطوا لي صورتي اتذكره. شو سيارة حمراء هذا؟ سيارة حمراء جاكيتي. نسيت اسمه. زين ليش؟ المهم في واحد ثاني، في واحد ثاني اسمه جيسون ستيثمان. سنتريري ما سنتريري ما جيسون شيء كذي هذا. اي سكند يعني. اي هذا السكند. ما علينا ما علينا، احنا خلينا نحفظ اسمائهم. اول زين من اللي موجودين حسبي الله على بيسن اخذت على الموتى. قلت لك ستيثمان ما شو اسمه. ما قالوا لك من تشبهين؟ منو؟ انت ما قالوا لك منو تشبهين؟ وايد. منو؟ ما ادري يعني يقولوا لي اسامي بس انا ما احس ان اشابه. اي مني منو شنو من الاسامي هذول؟ والله يعتمد باي مرحله تشبهين منو. الحين حاليا الحين الحين انت قدامي الحين. والله في ناس تقول صبا مبارك، في ناس تقول لي اسامي فنانات يدد ما اعرفهم. انت شايفه؟ شايفتك قمره وحلوه، ايش حلوك ما شاء الله تبارك الرحمن، لان حتى اللوك ما شاء الله تبارك الرحمن، عسى ربي يحفظك يا ربي. اهم شيء الروح. نعم، روحك حلوه حبيبه قلبي. حبيبه قلبي. انت يعني الحين قاعدين يقول الكل قاعد يقول ما شاء الله فاطمه اللوك مالها تبارك الله ما شاء الله، الله يحفظك تبارك الله. حبيبتي تسلمين عيونك الحلوه كلهم ذوق. اي ما شاء الله ما شاء الله تبارك. محمد لو ما يعني لو زلت تلعب كره قدم الحين انزين تتمنى تلعب بجوار منو مع الجيل الحالي المحلي والعالمي؟ مع منو؟ العالمي؟ اي محلي وعالمي. محلي ونعم فيهم كلهم، يعني كل واحد يتشرف انه يلعب وياهم، يعني ابسط مثال لعبنا وياهم ايام المنتخب يعني. اي بس عالمي كان امنيه حياتي يعني، بس انت يعني خلاص. إيه؟ هي بت يا بت موته خلني ميت بعد. لا تقلد. لا انتوا لا انتوا بعد ما انت مختار الميت ميت قول. اي مارادونا. اي هذا هو مارادونا. مارادونا. فاطمه كلميني عن شخصيه نجيبه اللي قدمتيها في مسلسل بيت الدل. نجيبه هذا اللي توه تقول امك ما حبتها يعني وكرهتها. شلون؟ يقول توه قبل الفاصل يقول ترى احنا كمشاهدين لما نشوف الفنان يمثل بادوار شريره زين على على الحدث اللي قاعدين نشوفه نكرهه. ايه عرفتي؟ ايه بس برا لا تلقينا يمكن لو تصادفين، لان صح في بعض العقليات ايه تشوفه شيء بالمسلسل خلاص حتى لو تصادفه برا خلاص حاطه بباله ان هذا شخصيته برا. انزين قولي لي. لا هذه يسمونها بالنقد يسمونها ازدواجيه الوعي. ايه ان انا افصل بين ايه هذا الفنان اللي قاعد يقدم الكاركتر ايه وبين الشخصيه اللي انا شفتها على التلفزيون. كلميني عنها. نجيبه ايه هذه الله يسلمك قصتها قصه. قولي. كنت توني مسويه انا عمليه التكميم. ايه وزني قاعد ينزل. انزين تدرين اول شهر وزنك هب مره واحده. اي 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 نعم اي صحيح. ابو 10 كيلو 12 كيلو هذه على البراد انت تاخذينها. والشكل يتغير بتاتا يعني. فانا شنو يعني هذا المسلسل هو كان اساسا متصور نصه وردوا عادوا وغيروا الممثلين ادوارهم. فصرت انا مكان نجيبه اللي مثلت الشخصيه وصار مشاري البلام الله يرحمه بمكان كاركتر ثاني. نعم. الوحيد اللي ظل بمكانه الفنان عبد الرحمن العقل. نعم. نفس الكاركتر. إيه؟ الباقي كلهم تغيروا يعني. إيه؟ كل واحد غير. نعم. كاركتره وخذ شخصيه ثانيه. إيه؟ غير اللي خذاها الاوليه. نعم. فانا جايه جديده وقاعده اقول لهم يا جماعه انا توني مسوي عمليه ما صار لي 10 ايام. إيه؟ ما يخالف ننطرك. إيه؟ قلت زين. إيه؟ ووزني قاعد ينزل. إيه؟ راكوراتي قاعد تنضرب. إيه؟ إيه؟ بالعمل تخيل. إيه؟ ما ادري شلون صورت هالعمل. إيه؟ سبحان الله. وحتى المشاهد تشوفين داش المطبخ شوي متينه طالع من المطبخ ضعيفه لان المشاهد فيها ايام بعدين الوزن متغير. الوزن تغير. الكاركتر كان جدا جميل جدا حلو تقريبا هو بطوله. اي نعم يعني خلينا نقول بطوله ما ابي اقول مطلقه لان العمل هو كله ابطال ما شاء الله ولكن كانت شخصيه نجيبه هي تسليط الضوء عليها بالكامل فكانت تتطلب يعني ان يكون في تنوع بادوات الفنان من ناحيه شكله من ناحيه صوته من ناحيه تصرفاته. نعم. من ناحيه اضطريت اني انا اقعد مع دكتور نفسي عشان اشوف الوحده اللي عندها حاله سايكو حراميه شو تسوي اضطريت اخذ الدراريع كل اللي شريتهم احط لهم مخابي عشان احط ايدي. راح نكمل بس اخذ فاصل ونرجع ونكمل نجيبه. نطلع فاصل نطلع فاصل ونشرب ماي.
لحن يروي لنا الإحساس، وتقول أصواتهم قصة. كلمات تعبر عن عواطفنا وتأخذنا إلى الذكرى، معاها نسرح ونفكر. وفي كل نوتة وكلمة نسافر في سما المغنى ونسلطن. سلطنة تشاهدونه في الأوقات التالية على تلفزيون دولة الكويت. ثانية وحياكم الله في تسيورة. الله يحييك إن شاء الله. صح محمد قاطس. شوف الحين راح ينام الأمير النائم. أي راح يصير مو الأميرة النائمة. فطومة كل مرة يبوني هالبرنامج. فطومة ما شاء الله كان عندك ثلاث أعمال في رمضان اللي فات صح؟ أكثر الأعمال اللي قدمتيها والنجاحات والإعجاب هذا. تبين تنصدمين؟ قولي. رمضان اللي طاف ما كان عندي ولا عمل. بس بلك أنت موجودة. لا شوفي لأن دائما أنا روحي حاضرة. نعم. هذا كان رمضان اللي قبله. ايه؟ كان عندي ثلاث أعمال. ايه؟ ناجية الوحيدة مع الفنانة هدى حسين. ايه؟ وغريب مع الفنان طارق ايه؟ العلي. وبيت الذل اللي هو شخصية نجيبة العجيبة مع الفنان عبد الرحمن العقل. نعم. لكن المفروض كان عندي في رمضان هذا مسلسل جوهرة. ايه؟ انعرض قبل رمضان. ايه؟ خلص ليلة رمضان فمعناته الفنانة سعد عبدالله. ايه بالضبط. ام طلالة وجهنها تحية وكل الفنانين العزيزين على قلبي اللي اشتغلت وياهم. نعم. الحلو بالموضوع انه يعني الناس ما فقدتني. ليش؟ لان ليلة رمضان خلص العمل. العمل ايه؟ ويت لهم بالعيد بفيلم بالسينما. يقولون لك انت اوكي الفترة هذه. ايه يعني ما حسيت بالاختفاء. ولكن والناس يحسبونك انك انت كنتي موجودة في رمضان. ايه؟ عشان المسلسلين ما بين وبين. بالضبط. وانا يعني المفروض هذا كان العمل ينعرض برمضان وما صار. بالعكس صار توب 1 في الخليج كله. في الكويت وبالسعوديه وبالامارات وبالبحرين. نعم. وباليمن ما شاء الله. كل مكان الله. لان انعرض في فتره ما كان يعني في منافسين. حق المسلسلات. نعم. غير عكس رمضان. يعني اليوم احنا قاعدين نتكلم عن موسم من رمضان قبل كان من أهم المواسم. نعم. الآن طول السنة الأعمال موجودة على كل موسم. نعم. بالعكس انفتحت مواسم يمكن الناس ما كانت تتطرق لها الحين قاموا يقبلون عليها المنتجين. شهتني التفاحة وأنا خش 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 كثرابة. زين قبلهم قاعد أسمعكم. لا والله محمد بقول لك على التفاحة هذه. يعتي الحين إن شاء الله أخذي لك سنتين وأنتي خلصت التسيورة. بعد ما يصير أنتي يبون البرنامج حاطين لنا أكل. حاطين اكل من قاعد نطالع. ما يصير بس بطالع. لا تخلوني ترى الحين انت الوحده وقاعد تسولف عليكم. بالعكس سولفه والله مستمتع بالحوار والله. محمد ليش مدرساتك في المدرسه يعني محمد الشايجي كانوا يطقونك المدرسات؟ والله بهدلوني مو بس طقوني والله. لا خلي يعني ليش مع ان خالتك كانت موجوده بالمدرسه؟ بالعكس لما اشوفهم برا احترمهم واقدرهم. ايه؟ ويعني خواتي الكبار. شيطان. انا شيطان بالمدرسه ما اقص عليك. انا شيطان. زين. خالتي كانت مدرسه يعني بالمدرسه وكانوا هذول اللي الابلات كانوا يعني روح بالروح وياها يطلعون ويجون زوارات عندنا. زين مفشلها يعني. مو مفشلها والله انا مظلوم مسكين. والله مسكين. ترى على شيطانتك وتقول مظلوم. والله مسكين. يعني انا شنو ذنبي اذا انا ارسم؟ انا احب حصه الاجتماعيات. زين. واكثر انسان يتعاقب حصه الاجتماعيات انا. شوفي في تناقض صح. قواطل بيبسي. ها اي هذا قواطل بيبسي قبل كلها اطلع بالممر العب كره. اي وين العب كره؟ العب كره بالممر بالمدرسه. اي بين الصفوف. اي الكره شنو؟ قطي بيبسي خفسه. اي ونقعد نلعب. اخوش اي اي جيل طيب. طيب زين. حصه الاجتماعيات والله العظيم حصه الاجتماعيات اقول لك احب ارسم خرائط. اي فكله ارسم الخريطه. زين وانا مالي ذنب.
امي تحط لي الجدول. الجدول إيه؟ اوصل المدرسه مو موجود، لانك مو إيه؟ انت اللي مسوي الجدول انت. وليش ما تحط انت كتبك بالجنطه عشان تعرشل اللي لك واللي عليك وباكر حصتك؟ الام مدرسه هاك عشان خريطه عبك قلت لا. الام مدرسه تحب التفاح. اي احب التفاح. زين إيه؟ زين فكنت اتعاقب والله. كنت اتعاقب يعني اقعد والابله شو تسوي فيك؟ والله تعاقبني والله. شو تسوي؟ الطوفه ولف ويك وارفع ريلك ولا تنزل فيك خير نزل ودينك ها؟ ودي اقول لها ترى ودي اقول لها اقول لها ترى خالتي رفيجتك. اي يعني تدري 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 بس تربيه. واصدمك بالمدرسه لما انا اروح دخلت المدرسه خالتي وياها بالسياره. اي يدرون مرتني ما اخذتني يعني يعني عارفين يعني عرفوا ان انا عارفين ومردغين. إيه لو مو عارفين لو مو عارفين زين يسوون فيه تفاح زين العقرب والله حلو تفاح. لا لا بس كاخرتي فطومه ودي كيلو وياك. قولي لي شنو الصعوبه بين كوثر ونجيبه؟ نجيبه شريره وكوثر مؤمنه بعد. متابع صج ترى جزئيه كبيره من اللي قالها. زين كوثر طيبة والثانية شريرة. هذه فيها مجهود ذهني أكثر. طاقة حيوية كوثر لأن فيها أكسنت وفيها لغة جسد وفيها حركات معينة وصجية. لكن نجيبة فيها مجهود جسدي أكثر عضلي وعضلي ونشاط. إنزين وفيها شطانة شوية وشر. وهما اثنيناتهم ترى شخصيات مركبه بس التركيبه الاقوى عند نجيبه لان كانت عندها اللي بين تحبينها وبين تكرهينها. الثانيه كوثر لا محبوبه وعليا عرفتي؟ فهمت. بس نجيبه يعني فيها مجهود يعني وحتى انا وايد بذلت فيها مجهود بعد العمليه اللي سويتها التكميم وقلت لك نزول الوزن والصعوبات اللي لاقيتها تحسين الجسم ويك يعني ما تقدرين تعطين. نحاول يعني كثر ما نقدر وما قصروا صراحه اداره الانتاج والمخرج ساعدوه احمد الفردان حتى المنتجه صمود الكندري يعني كانوا واقفين معي ويحاولون يعني يدفعوني ويشجعوني ما قصروا. محمد صدق الكرة القدم غدارة وشنو السبب؟ وايد. شلون؟ يعني على كلمتك انا المشكلة انه يعني على مستوى الكويت اكلمك. المشكلة اللاعب ما ياخذ حقه بالكويت. يعني شلون؟ محاربين واللاعبين مظلومين. انا دائما اقول اللاعب الكويتي مظلوم. ليش؟ انت ما توفر وما وفرت ولا شيء حق اللاعب الكويتي. ولا شيء وفرته، وفوق هذا تحاسبه، وفوق هذا تنتقده، وفوق هذا تعاتبه. شنو اعطيته؟ مقارنة بدول الخليج كل شيء معطينهم. عشان كذي اللاعب الكويتي مظلوم. مو عشان انا لاعب، كان بطلت الحين، بس انا اليوم كذا اتكلم باسم اللاعب الكويتي، اللاعب الكويتي مظلوم. عندي تويتر حقكم صغيرونه راح اقولها. كل اذانا صاغيه لك. حاضر. تقولوا لي اياها بس بكلمتين، انزين؟ سمعوا. فاطمه بالنسبه لك التنمر، قضيه التنمر. شوفي قضيه التنمر لا يمكن احصرها بكلمتين. اي. لأن هي عبارة عن مرض يسري في عروق المجتمع حق أيضاً المتنمر عليه يسبب له أيضاً عقد ويسبب له عدم ثقة بالنفس لما حتى ينشأ جيل بأكمله يأثر عليه. فما أقدر أحصرها بجملتين صحيح. بس إذا بحصرها بكلمة بقول عقدة. عقدة. محمد عن تراجع مستوى الكرة في الكويت. عطى الخباز خبزة. محمد شلون تكون لاعب كرة وما تحب تطالع المباراة؟ عادية والله عادية. شلون؟ نفس الدكتور. نفس الدكتور. شلون؟ ينصح وهو يدخن ويقول لك التدخين مضر. دكتور قلب. دكتور قلب. باب النجار مخلع. باب النجار مخلع. بس انا بالنسبة لي قلت لك لاعب كرة صح بس ما احب اطالع مباريات وما احب الا اللهم ما اقول لك ما طالع لا اطالع. يعني مباريات كاس العالم مباريات مهمه لنهائي ديربي اطالعها بس مباريات اني اتابع ومتعصب واشوف شيء لا. يعني انا اشجع مانشستر يونايتد وربعي ينتقدوني بالديوانيه. ثلاث اربع لاعبين مانشستر ما اعرفهم. فاطمه ليش قلتي مشاركتك مع النجمه هدى حسين في مسلسل الناجيه الوحيده حلم وتحقق؟ فعلا حلم. شلون؟ لان انا كنت اتابعها من صغري ما ابي اكبرها ولا تكبرني. انا يعني كحال اي
طفل من جيل سابق كان يتابع مسرحيات هدى حسين. نعم. وما انسى ذاك المشهد اللي كنت فيه. انا احبها والله. ايوه وانا بعد احبها. من جيل كنا صغار نتابعها. كنت امسي عليها. اي والله. امسي عليها بالخير. كنت احضر لها مسرحيه اسمها سندريلا في الاحمدي، كنا رايحين. نعم. اذكر انا وخالي واهلي وكذي، فكنت اطالعها من بهرة بفستانها الوردي هي وراكبه العربانه في المسرحيه. نعم. مع الفنان الكبير. نعم. حسين المنصور. ف وايد كنت اتابع يعني. نعم. اعمالها، فلما صار هذا صارت هذه الفرصه اني انا اشاركها في هذا العمل حسيت بالرهبه فعلا يعني، وحسيت ان حلم من احلامي تحقق، مثل ما حلم من احلامي تحقق في البيت بيت ابونا مع الفنانه سعاد عبد الله وحياه الفهد. العمل مع النجوم الكبار هذا دعم يعتبر حق الشباب وحلم. نعم. من احلامي. بس اقدر اقول شغله صغيره بس. فضل. الفنانه هدى حسين من يعني مسرح الطفل، بتكلم عن مسرح الطفل. مسرح الطفل ايامنا لما كنا نشوف ترى مسرح هادف. صح. كنا نستفيد. نعم. يعني الامانه يعني كنا نستفيد، وهذه الفائده قاعد نذكرهم الحين. الحمد لله. اللهم لك الحمد. عموما تشرفت فيكم في تسيوره وبدعتوا وما شاء الله عليكم. اعزائي المشاهدين انتظروني في الحلقات الجايه. تحياتي.